هاي أنا هلا، واليوم راح أوريكم كيف أعتني ببشرتي وخصوصاً في شهر رمضان. مرة أحب أناس لأن في عندهم كل البرودكتس اللي أنا أحبها والتوب عندي وكل اللوجري براند، فسهل علي أن أفتح دائماً وأطلب. فأي لوف أناس. واحدة من أهم البرودكتس اللي استخدمها هي التونر هذا من كيلز. أكثر شيء يعجبني فيه أنه يشيل اللمعة من الوجه، وهذا الشيء عندي مرة أساسي زي ما أنتم شايفين وجهي فيه لمعة، ويصغر المسامات، وهذا شيء أساسي عندي مرة. فباليوم مرة أو مرتين amazing. بعد التونر أحب أحط الزيت هذا، هو بخلاصة الورد، فيهدي البشرة. تعرفوا كيف لما تكون بشرة مهيجة بعد ما تنظفيها كثير أو تحط سكراب، فيعجبني كيف تأثيره على بشرتي وما يلمع. فأنا هذا الشيء مرة مهم عندي. بس شوية ريحة حلوة، فبس كذا. قبل اللوشن، من أهم الخطوات بعناتي بشرتي إن أنا أحط كريم أرطب حوالين عيني. بس شوية 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 تحطيه حوالين، أنا حابة أسوي زي كذا، حوالين العين على العظمة هذه. فالجلد بيمتص الكريم وراح يتحرك على المنطقة كلها، بس أنتي مو لازم تحطي كثير. وعشان أرطب وجهي كامل أستخدم هذا الكريم، يعني رهيب هالكريم قد إيش خفيف بنفس الوقت. ما هو جل بس كذا بين وبين، فأحطه على وجهي كامل. أحس يعني ما له وزن، ما يدهن وجهي، ما يلمع أبدا. هذا كل أنواع البشرة، لكن في لمن عندهم لكل نوع بشرة في كريم ثاني، فتقدر تشوفه على الويب سايت. وعشان أحافظ على ترطيب ونعومة ولمعان شعري أحط هذا الزيت، بس أطلع من الدش ولما يكون شعري فيه موية بس شوية أحط على الأطراف، يساعد أطراف شعري أنها تكون أنعم وملمسها أحسن. لمستي الأخيرة واللي تخليني أحس كأني قاعدة أدلع نفسي وكشخة وكل شيء، هذا العطر للشعر. ريحته ما أعرف كيف أوصفها، بس هي مكتوب إنه زعفران أسود، لكن ريحته مرة حلوة. تنفع لما تطلع عزومة، لو قعدتي في الشمس كثير وصارت ريحة شعرك ما هي فرش وما تبي تغسلي يعني، بس تبي ريحته تكون حلوة، perfect. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالخطوات اللي أنا سويها لبشرتي ولشعري. رمضان كريم.